السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي. احنا هنتكلم مع بعض النهارده إن شاء الله في مادة الرياضيات الوحدة الثالثة الدرس السادس بعنوان المضاعفات المشتركة لعددين أو أكثر والمضاعف المشترك الأصغر اللي هو اختصاره ميم ميم ألف. احنا عارفين مع بعض قبل كده لو عايزين نجيب مضاعفات أي عدد نجيبها من جدول الضرب بتاعه. طيب لو حبينا كده نقول مع بعض مضاعفات العدد 3، طيب تعالوا كده نفتكر مع بعض جدول الضرب بتاعه. كنا بنقول 3 في 0 ب 0، 3 في 1 ب 3، 3 في 2 ب 6، 3 في 3 ب 9، 3 في 4 ب 12، وبنكمل مع بعض لحد الاخر ونكتب المضاعفات اللي هي مين؟ النوادر اللي هي بتبقى الصفر وال 3 وال 6 وال 9 وال 12 وال 15 وال 18، وبنكمل الى ما لا نهايه. نفس الفكره بالنسبه لمضاعفات العدد مين؟ 2، هيبقى الصفر وال 2 وال 4 وال 6 وال 8 وال 10 وال 12 وال 14 وال 16 وال 18 لحد ما لا نهايه. طيب احنا واخدين بالنا كده مع بعض بالراحه ان في مضاعفات مشتركه. زي مين المضاعفات المشتركه؟ الصفر كاتبهولي، ال 6 حطه معايا، ال 12 اهو، ال 18 تمام. طيب هل دي بس المضاعفات المشتركه؟ لا، قال لي ده مكمل معاك لحد ما لا نهايه، وقال لي خلي بالك ان انت الصفر وال 6 وال 12 وال 18 مكمل لحد ما لا نهايه، دي ايه؟ مضاعفات مشتركه للعددين 2 و 3. طيب هو مين المضاعف المشترك بين كل الاعداد ويكون صغير اللي هو مين؟ الصفر. احنا لو بصينا كده مين المضاعف بتاع العدد 3 بيبتدي بمين؟ بالصفر. طب مضاعف العدد 2 بيبتدي بمين؟ بالصفر. طب مضاعف العدد 4 بيبتدي بمين؟ بالصفر. مضاعف العدد 10 برضه بيبتدي بمين؟ بالصفر. يبقى الصفر ده فعلا اصغر مضاعف مشترك معايا. انما بالنسبه بقى للاثنين والثلاثه، انا عايز اصغر مضاعف مشترك للاثنين والثلاثه. طيب المضاعف المشترك الاصغر للثلاثه هيبقى مين؟ مين اصغر واحد بعد الصفر؟ الستة. يبقى المضاعف المشترك الأصغر للعددين 2 و 3 هو مين؟ الستة. طيب هو أنا كل ما يطلب مني مضاعف مشترك أصغر هاجي أقول له المضاعف المشترك الأصغر؟ لا، إحنا اتفقنا إن الرياضة عندي بتحب الاختصارات. طيب قال لي المضاعف المشترك الأصغر، تعالى كده نشتغل مع بعض واحدة واحدة. المضاعف أول حرف فيها مين؟ الميم. طيب المشترك الميم أصغر الألف. قال لي بص هناخد أول حرف من كل كلمة ويبقى ميم ميم ألف. طب هكتبها إزاي؟ ميم نقطة ميم نقطة ألف. طيب وأنا ليه بحط النقط؟ عشان ما أكتبهاش ورا بعض. ليه؟ لأن الميم الأولانية دي بتدل على المضاعف، الميم التانية دي بتدل على المشترك، والألف دي بتدل على الأصغر. طيب تعالى بقى نرجع للسؤال بتاعنا اللي هو الاثنين والثلاثة. يبقى مين المضاعف المشترك الأصغر؟ أقول له ميم ميم ألف للعددين 2 و 3 هيبقى مين؟ الست. تحليل للعوامل الاوليه. طيب ازاي هتعامل معاها؟ اتفقنا عندي مثال قال لي لايجاد المضاعف المشترك الاصغر للعددين 8 و 6، نشوف بقى مع بعض هنحلها ازاي. اول حاجه هنبدا بتحليل العددين اللي هو ال 8 وال 6 عوالمهم الاوليه. طيب لو كده كده شفنا مع بعض هنا وبصينا على ال 8 لقيت ان ال 8، طيب انا اولا كده تعالوا نفتكر مع بعض مين هي الاعداد الاوليه؟ الاثنين والثلاثه والخمسة والسبعة، ومكملين مع بعض لحد ما لا نهاية. طيب لو بصينا كده هي الثمانية تقبل الاسم على مين من العوامل الأولية؟ هنلاقي اللي هو الاثنين. طيب ثمانية على الاثنين الثاني الأربعة. طيب على فكرة احنا في عصاية في النص، العصاية دي احنا بنعملها معاملة عملية الاسم. طيب تعالى يلا بينا، احنا قلنا 8 على 2 فيها الاربعة، طيب الاربعة تقبل الاسم على مين من العوامل الاولية؟ هنلاقي ان هو الاثنين برضه، طيب اربعة على الاثنين ادانا مين؟ الاثنين، طيب هي الاثنين بتقبل مين؟ على الاسم على مين؟ على الاثنين، طيب الاثنين على الاثنين فيها كام؟ الواحد،
طيب كده احنا خلصنا مين؟ الثمانيه اللي انتهت عندي بالواحد. طيب لو جينا احنا بصينا للسته، ها السته تقبل الاسم على مين؟ على الاثنين. جميل. طب سته على الاثنين فيها الثلاثه، واحنا عارفين ان الاعداد الاوليه ما بتقبلش الاسم غير على نفسها. طيب الثلاثه هنا بتقبل الاسم على مين؟ على اللي زيها اللي هو مين؟ الثلاثه، والثلاثه على الثلاثه فيها الواحد. كده احنا خلصنا برضو السته. طيب تعالى بقى نشوف مع بعض الخطوه الثانيه. كتبنا العوامل بتاعت الثمانيه، 8 تساوي كام؟ 2 في 2 في 2 كتبتها لك. طب والستة؟ 2 في 3. طب هكتبها ازاي؟ كتبت 2 تحت ال 2 وبعدت شويه عشان انا عندي 2 فوق، بعد كده ضربت في كام؟ في 3. طيب تعالى بقى نمثل 2 و2 بتكرر مرتين، هاخد منها مره واحده الفي تحت الفي، 2 انزلها والفي تحت الفي، والاثنين اللي وراها تنزل والفي تحت الفي، دول على مين؟ على الثلاثه. طيب بقت 2 في 2 في 2 في 3، 2 في 2 ب 4، في 2 ب 8، طب 8 في 3 ب 24. طيب المضاعف المشترك الاصغر للعددين 8 و6 طلع لي كام؟ 24. يبقى انا دلوقتي عندي طريقتين اقدر اجيب بيها الميم ميم الف او المضاعف المشترك الاصغر. الطريقه الاولانيه زي ما شفنا مع بعض ان احنا بنكتب مضاعفات الاعداد وبنطلع المشترك ونشوف اصغر واحد. الطريقه الثانيه ان احنا بنبدا نحلل العددين للعوامل. اوكي نشوف مع بعض بعض الملاحظات الهامه اللي عندي على الدرس. بيقول لي اول ما اقدر ميم ميم الف لاي عددين اوليين هو حاصل ضربهم. تعالى كده نرجع مع بعض الاعداد الاوليه، قلنا ان هي الاثنين والثلاثه والخمسه والسبعه وال11 مكملين مع بعض لحد ما لا نهايه. طيب بيقول لي عددين اوليين يبقى الميم ميم الف بتاعهم اللي هو المضاعف المشترك الاصغر هيبقى مين؟ حاصل ضربهم. لو خدنا المثال اللي مكتوب عندي اللي هو الثلاثه والخمسه، يبقى من غير ما افكر هضربهم في بعض، يبقى المضاعف المشترك الاصغر بتاعي هو كام؟ ال 15. طيب لو مثلا قلنا الثلاثه والسبعه، طيب 3 و7 يبقى حاصل ضربهم 21، يبقى الميم ميم الف بتاعهم كام؟ 21. الملحوظه رقم 2 بيقول لي ميم ميم الف لاي عددين متتاليين، متتاليين يعني جايين ورا بعض على التوالي، هو حاصل ضربهم. طيب يعني ايه جايين ورا بعض؟ زينا نمشي بالترتيب 1 2 3 4. مثلا لو خدنا الاثنين والثلاثه، طيب اثنين وثلاثه هو ايه؟ الميم ميم الف بتاعهم هو حاصل الضرب، يبقى هعمل ايه؟ اثنين في ثلاثه، يبقى الميم ميم الف بتاع الاثنين والثلاثه كام؟ سته. طب ولو بصينا على المثال اللي مكتوب عندي ميم ميم الف للعددين 8 و9، يبقى هشتغل على طول ايه؟ حاصل الضرب، يبقى الميم ميم الف للعددين 8 و9 هو كام؟ ال 72. تعالوا كده نشوف مع بعض الملحوظه رقم 3 بيقول لي اما اذا كان احد العددين مضاعف للاخر، يعني احد العددين من مضاعفات العدد الاخر، زي مين مثلا؟ لو مسكنا كده المثال اللي مكتوب عندي اللي هو الاربعه والثمانيه، جميل، هيقول لي ايه؟ الميم ميم الف بتاعهم هو اكبرهما، والعين ميم الف بتاعهم اللي هو مين؟ اصغرهما، جميل، يبقى المضاعف المشترك الاصغر هيبقى مين؟ 8. طيب العامل المشترك الاكبر هيبقى مين؟ الاربعه. طيب لو قلنا كده مع بعض مثال تاني، مثلا لو قلنا التلاتة والتسعة، هيبقى مين المضاعف المشترك الأصغر للتلاتة والتسعة؟ هيبقى أكبرهما اللي هو التسعة. طيب العامل المشترك الأكبر هيبقى مين؟ التلاتة اللي هو مين؟ أصغرهما. أوجد بطريقتين مختلفتين ميم ميم ألف للعددين 12 و 18، ثم أوجد العين ميم ألف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.